وللحديث عن مستجدات الملف الإيراني الخاص بالاتفاق النووي، معنا من صيدا من لبنان السيد حسان القطب، مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. مرحبا بك معنا سيد حسان. مرحبا، أهلا بكم. قبيل اجتماعات فيينا كثرت التصريحات من إيران والدول المفاوضة، هل يمكن التعويل على اجتماعات فيينا لإنهاء أزمة الملف النووي؟ في الواقع اجتماعات فيينا الآن هي مجرد بداية لمسار طويل. التعامل مع دولة إيران طوال العقود الماضية كان صعبا، ومن الصعب جدا توقع تصرفات إيران وممارساتها، فهي في أزمة حقيقية بين أن تبقى في حالة ثورة دائمة وتصدر ثورتها إلى الخارج وتحاول خرق كافة العهود والعقود والاتفاقات الدولية، أو أن تصبح دولة مستقرة ذات نظام يحكم مسيرتها السياسية والعلاقات الخارجية وحتى ينظم حياتها الداخلية. هذا الواقع الإيراني ينعكس سلبا على محيطها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي سواء كان الأوروبي أو الأمريكي. إيران تسعى لأن تبقى في حالة ثورة دائمة وأن تنتج الأسلحة اللازمة لتصدير ثورتها والهيمنة على محيطها العربي وغير العربي، لأنها تشعر أنها ذات بعد تاريخي، ذات بعد فارسي قديم تحاول إحيائه من جديد. لذلك ما يجري في فيينا اليوم هو بداية تفاوض ومسار طويل، ولا أظن أن إيران تستطيع أن تلتزم حتى لو تم الاتفاق بين إيران ومجموعة الدول الغربية. قبل أن نصل إلى الالتزام وإلى يعني الوصول إلى اتفاق ما أو بنود ما، رفع طهران لسقف مطالبها من الغرب للعودة للاتفاق النووي، هل سيثمر في ظل المواقف الأمريكية الضبابية؟ السياسة الأمريكية الضبابية تشجع إيران على رفع سقف مطالبها، وأيضا إلى مزيد من التوتير على الساحات المجاورة لها في العراق وفي اليمن وحتى في لبنان وسوريا. إيران تحاول أن تستثمر هذا التباطؤ الأمريكي في إظهار الموقف الحقيقي والنهائي لمطالب الإدارة الأمريكية الحالية، تحاول الاستثمار بها من خلال الضغط، مزيد من الضغط الأمني ومزيد من الضغط على الدول المحيط، بحيث الولايات المتحدة تعود إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 دون قيد أو شرط. الواضح حتى الآن أن الولايات المتحدة تحاول شراء وقت أيضا، وتحاول ممارسة المزيد من الضغط لكن بهدوء ودون ضجة، وليس كما كان يفعل الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان دائما يزيد من وتيرة الضغط على إيران ويرفع من وتيرة الضغط على إيران. إيران الآن تحاول الاستثمار في هذا الموقف الأمريكي، ولذلك هي الآن ذهبت شرقا باتجاه الصين من خلال هذا الاتفاق الذي وقعته مع الصين، بحيث تظهر للعالم أنها قادرة على عقد اتفاقات مع دول كبرى مثل الصين، وبإمكانها أن تفاوض موقع أكثر قوة من السابق. ولكن الواقع سوف يثبت العكس تماما، لأن مجرد الاتفاق مع الصين سوف يجعل من إيران دولة مضطرة للتفاوض مع كافة الدول، لأن المستثمر وهو الصيني لا يريد فوضى مسلحة ولا يريد صراعات مسلحة، بل يريد استقرارا ليضمن أمن استثماراته ومستقبل استثماراته المالية في إيران. نحن أمام طيب. مرحلة جديدة والسؤال يدور الآن عن شكل الاتفاق أو البنود الاتفاق المتوقع، فيما لو حصل هل تتوقع التوصل إلى اتفاق ما؟ الشروط الأمريكية كانت تتحدث في السابق عن ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي مع إضافة شروط جديدة تتعلق بالبرنامج الباليستي الإيراني وعن دور إيران الإقليمي في المنطقة. إيران حتى الآن لا زالت ترفض النقاش حول هذه البنود، وتعتبر أن الاتفاق النووي الذي تم توقيعه سابقا كافيا للالتزام به ويجب العودة إليه، وتشترط أيضا قبل العودة إليه رفع العقوبات الأمريكية. فالتباين واضح، هل الإدارة الأمريكية سوف تلتزم بشروطها السابقة والحالية من حيث ضبط الملف الصواريخ الباليستية الإيرانية وضبط الأداء الإيراني في المنطقة أي الدور الإقليمي، أم أنها سوف تتفاوض مع إيران على بعض التفاصيل دون الوصول إلى إنهاء هذا الملف؟ ماذا تتوقع أنت سيد حسان، يعني بين هذين السؤالين ماذا تتوقع؟
دخول الصين على هذا الملف من جديد من خلال توقيع هذا الاتفاق الإيراني الصيني سوف يجعل إيران مضطرة للتفاوض بليونة أكثر والتفاهم مع المجتمع الدولي على تسوية تكون مقبولة بالنسبة للمجتمع الدولي قبل أن تكون مقبولة لإيران، لأن الصين لن ترضى بأن تكون في حالة صراع على الأرض الإيرانية، وخاصة أن العلاقات الصينية الإسرائيلية قوية ومتينة جدا، ولن ترضى الصين أن يكون هناك صراع إيراني إسرائيلي في تلك المرحلة. دخول المعامل الصيني الجديد على المعادلة له تأثير واضح على ما يبدو في المفاوضات المقبلة. على أي حال أستاذ حسان، صحيفة لوس أنجلوس تايمز قالت إن غياب الاتفاق مع إيران قربها من صناعة قنبلة نووية، هل يمكن اعتبار اجتماعات فيينا مفاوضات الفرصة الأخيرة؟ لا شك أن إيران تسعى لصناعة قنبلة نووية، لأنها تعتبر أن صناعة القنبلة سوف يعطيها مناعة من أي تدخل دولي، وسوف يجعلها لاعبا دوليا ضمن المساحة الإقليمية في منطقة الخليج العربي ومحيطها. هذا الطموح الإيراني سوف يقود حتما في المستقبل إلى صراع مسلح بين إيران وبين المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي لن يرضى أن تكون إيران دولة نووية ولديها صواريخ باليستية، لأن هذا سوف يشكل خطرا وجوديا على هذه الدول نتيجة السياسة التي تنتهجها إيران والتي هي في مجملها عدائية وتحاول دائما أن تبرز أنها أكثر قوة من الآخرين وأنها تريد الحصول على مكاسب أمنية ومكاسب سياسية ومكاسب اقتصادية في المنطقة، وهذا ما لا يناسب المجتمع الدولي. شكرا لك السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا من لبنان.